متابعي قناة أحمد بروك، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة. حلقة اليوم أصدقائي الأعزاء سوف تكون جولة في جماعة فرخانة، هذه القرية الصغيرة التي تقع شمال شرق المغرب والتي لها تاريخ وحضارة عريقة. هذه القرية التي تعد قبيلة قلعية ريفية أمازيغية بإقليم الناظور، والتي تحد شمالا وغربا بجماعة بني شيكر، وجنوبا بمدينة بني أنصار، أما شرقا فتحد بمدينة ماليلية. سوف نذكر لكم بعض دواوير هذه المنطقة، منها إياسينا، إجهرة، إشاويا، إهشانا، إقجوعا، إزمانيا، غورغو، مولاي بوشتا، ايت حمويشو، سيتي محمد، تي غورفيتين، تي سمغين، اي عمرانان، اي عطوتان، اي بوعنانان. اصدقائي الاعزاء نكتفي بهذا القدر. اذا كنتم من المشاهدين الجدد فندعوكم بالاشتراك في القناة، وذلك تشجيعا لنا لكي نستمر دائما في نشر المزيد. نشكركم على تتبعكم، وسوف نترككم مع هذه المشاهدات. قولي كوب تاقد تنخص الكباش و ها الطارق وينه قادي عدو حاد مارق احضر ياش الى مارق او قدش حطوه بين السوداي سب وانسى كود انا وضر دي همش دي نتصم الطارق لا لا فين غادي على جيتو كيف وين غادي تمشيو مي تو تقعد غبي تو تفوزي مريتو دونك مي تقعد تفوزي وارنينغ تقعد تساو تساو انت مش حاد تقعد ما قعد رضي كيش تبارك الله وا عقرب يا ودي فرخانة فرخانة يا حسرة يا فرخانة يا حسرة يا فرخانة آه. هي من العز والمال كثير هذا يسوينا تجارة تو يمشي لنا التفذي التخثوخ 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 تجارة حركة سرعة الزوتيات زايد مركب التجاري بهذا المركب يخوى 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 نعم نغينتن نغينتن شغال شوين تسويقين شوين تسويقين دا تيم زيانين ايوا خزاوي ماني غا تقولي لي تروح الصورة تقش لي تغيير حتى غدا هادي نجيش ندور هاد العام دق ذاك ينغي قد دقت فار فار موسيا فار هذا مسكين يعزم التيفون او نخوضها هذه نقرا يعزم يعزم نخوضها هلا
مزيان هكاك مريت واحد شي نجي قرب دا مواطي زرين حاولوا مسكن مسجد الشباب انا السرعه اللي كانت تازيك يوسف تقل مسكين تما يخفن سلغا الخطا السرعه اللي كانت في بويستا خطا ديك شوي تديني عملي تو فارماسي فارماسي لا سو شنطه زين اش صار منيت لا واش شنطه